أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قرار المحكمة الابتدائية فيما ذهب إليه من متابعة المذعوم والمعروف إعلاميا بهذا اللقب والذي يسمى حقيقة محمد بوصفيحة، والذي أذانته المحكمة الابتدائية بأربعة أشهر حبسا نافذا، وهي التي أيدتها محكمة الاستئناف، وذلك على خلفية ما يعرف إعلاميا بالسرقة المفبركة، ويأتي ذلك إثر قيام هذا الصحفي أثناء بث مباشر على قناة على إذاعة وطنية خاصة بإعلان سرقة مفبركة، مما أدى إلى متابعته قضائيا. وفي المرحلة الابتدائية حكم بأربعة أشهر حبسا نافذة، وتم تأييدها الآن في محكمة الاستئناف. يبقى طريق طعن أخير هو اللجوء لمحكمة النقد، وبه وجب الإعلام، والسلام عليكم.